بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحدث، البرنامج الذي نتابع ونستعرض من خلاله أبرز وأهم الأحداث على الساحة المحلية والعربية والعالمية بمجموعة من المحطات والأحداث التي سنتابعها سوية على مدار ساعة حتى الساعة الثانية بإذن الله. اليوم سيكون معنا مجموعة من الأحداث المحلية التي سنتحدث عنها بشكل واسع، وحديثنا اليوم بإذن الله حول بطولة تحدي بلس لكرة الطاولة التي تنظمها اللجنة العمانية لكرة الطاولة بمشاركة 37 دولة، حدث عالمي كبير سنتحدث عنه بشكل واسع هنا على طاولة الحدث، وكذلك المحطات الأخرى المتنوعة، دهشة، مواقع التواصل الاجتماعي، عرس الحدث وميلاد رياضي، وأبرز المحطات التي سنتابعها هي عناوين الصحافة التي نتابعها اليوم مع الزميل العزيز أحمد الكعبي. أحمد أهلا وسهلا بك، وعناوين مختلفة صدرت صباح هذا اليوم في مختلف الصحف محليا وعربيا وعالميا أيضا. أهلا بك سعيد، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد جولتنا اليوم مع أخبار الصحافة متنوعة كالعادة، ومحليا طبعا بعثة نادي مسقط لكرة اليد غادرت إلى الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية، وعالميا ليونيل ميسي يعاود الظهور مع منتخب بلاده في اللقاءين الوديين أمام فنزويلا والمغرب. إذن سنتابع تفاصيل عناوين الصحافه في وقت لاحق ان شاء الله مشاهدينا الكرام، ونبدا وياكم هذه الحلقه باستعراض للمحطه المحليه، حيث تواصل صباح اليوم سباق المحطه الاخيره من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الاهليه الموسم السادس عشر 2018-2019، والذي تنظمه الهجانه السلطانيه بشؤون بلاص السلطاني بمضمار الهجانه السلطانيه بالفليق بولايه بركه. شهد السباق مشاركه كبيره من اصحاب الابل وحضور عدد كبير من المتابعين والمهتمين، حيث قيمت اليوم 10 أشواط لفئة اللقاية لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت 7 أشواط للقاية، منها شوط الرمز وجائزة المركز الأول خنجر، وشوط الشداد وجائزة المركز الأول رمز والسيارة، وشوطان رئيسيان خصص لهما سيارة لصاحب المركز الأول وثلاث أشواط جوائزها نقدية، وخصص شوط رئيسي لفئة اللقاية يحمل أو يحصل الفائز به على سيارة وشوطان نقدياً. يتقدم أيضا بانطلاق شاهين على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع، الواصل والمنطلق شاهين، حمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي يتقدم بانطلاق شاهين على مستوى المركز الرابع، المركز الخامس أيضا الوصول من الحصيني، محمد بن عبد الله بن عوض البلوشي يتقدم بعوض بالانطلاق الممتاز، المركز السادس هنا الانطلاق أيضا يأتي من شرق، عبد الرحيم بن زايد بن صالح الينيبي ووصل الغزال طارق بن سالم. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته في العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في كأس إيرمارين الدولية الودية والتي ينظمها الاتحاد الماليزي، وتدرب الأحمر بالأمس حصة واحدة في العاصمة الماليزية بخلاف تدريبات أمس الأول والتي شهدت تدريبات على فترتين صباحية ومسائية. هذا وستدرب المنتخب اليوم قبل مواجهة أفغانستان حصة وحيدة على ملعب المباراة، واكتملت اليوم صفوف الأحمر بعد انضمام مهاجم رباط مسلم عكعاك، وتقام البطولة بنظامها المربع الذهبي، بعد ذلك تقام مواجهتان نهائي وتحديد المركز الثالث، ويخوض الأحمر أولى مواجهته أمام أفغانستان بينما تلتقي ماليزيا سنغافورة. استمرارا في دعم الجهود الرياضية بالسلطنة وتحت شعار الرياضة من أجل الصداقة، انطلقت فعاليات الاجتماع السادس للمجلس الدولي للرياضة العسكرية لقارة آسيا. الاجتماع ناقش مجالات التعاون الرياضي على المستوى العسكري بين مختلف الدول الأعضاء في المجلس. المجلس الدولي للرياضة العسكرية لقارة آسيا يعقد اجتماعه السادس في العاصمة مسقط لمناقشة الفعاليات الرياضية للمجلس للعام الحالي، كما سيتم عقد جلسات حوارية لمناقشة الموضوعات ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الأنشطة والفعاليات الرياضية للمجلس في قارة آسيا للأعوام المقبلة. كما تعلمون أن السيزم هو أحد أكبر المجالس الدولية العسكرية الذي يضم أكثر من 100 دولة حول العالم، ويأتي هذا الاجتماع في نسخته السادسة لمناقشة واقع الفعاليات الرياضية
التي ستعقد في جمهورية الصين الشعبية هذا العام، بالإضافة إلى رسالة السلام التي يبثها المجلس للعالم. الاجتماع تضمن تقديم عروض مرئية من مختلف الوفود المشاركة في الاجتماع، والتي استعرضت أبرز الأنشطة والفعاليات المخطط تنفيذها في قارة آسيا. الأجندة حقيقة المطروحة هي تخدم في المقام الأول آسيا وكذلك المجلس الدولي للرياضة العسكرية، وخصوصا العام هذا إن شاء الله راح يحفل ببطولة كبيرة هي دورة الألعاب اللي راح تعقد إن شاء الله في جمهورية الصين الشعبية في مدينة ووهان، وكذلك تحضيرا لبعض الأمور الإجرائية للجان، منها بدء فعاليات وأنشطة السيزم لعام 2019 و2020. المجلس الدولي للرياضة العسكرية السيزم يهدف إلى تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين القوات المسلحة لدول العالم، وقد حققت الرياضة العسكرية العمانية العديد من الإنجازات العسكرية المشرفة، والتي كان أبرزها الإنجاز التاريخي الكبير المتمثل بإحراز لقب كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم، والتي استضافتها السلطنة في عام 2017. وبصفتي كرئيس اتحاد عربي عسكري متواجد اليوم، وإن شاء الله أنه الاجتماعات تكون ناجحة ويكون لها مردود طيب على مشاركات السيزم، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. الاجتماع سيحمل في طياته العديد من الموضوعات والنقاشات من أجل الإعداد والتحضير الأمثل للفعاليات الرياضية المزمع تنفيذها العام المقبل. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني. جدد الاتحاد العماني لكرة اليد اتفاقية الدعم والرعاية لمدة عام كامل مع مؤسسة زبير والشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لموتسوبيشي، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت صباح يوم أمس تحت رعاية الشيخ سيف بن هلال الحسني رئيس اللجنة الأولمبية العمانية بالإنابة بمقر اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية. وتأتي هذه الرعاية من مؤسسة زبير في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق أهداف الاتحاد العماني لكرة اليد وتعزيز التعاون القائم بينهما ونشر لعبة اليد بين أفراد المجتمع وتحقيق الإنجازات الرياضية الخارجية ورفع المستويات الفنية للاعبين المجيدين ونشر اللعبة بين النشا بهدف إيجاد جيل جديد ممارس لهذه اللعبة. رعاية محمد بن خليفة الجابري عضو المجلس البلدي، نظمت أكاديمية الكاراتيه والدفاع عن النفس بنادي النهضة اختبار ترقية من الحزام الأبيض إلى الأصفر ومن الحزام الأصفر إلى البرتقالي، وكما قدم بعض الطلبة عرضا في الدفاع عن النفس في المجمع الرياضي بالبريمي. التفاصيل في التقرير التالي. الكاراتيه هي فن الدفاع عن النفس باستخدام اليد المجردة، وتعتبر من الرياضات العنيفة إلا أن لها قوانينها وأحكامها. تأسست أكاديمية نادي النهضة للكاراتيه والدفاع عن النفس بهدف بناء الإنسان الناجح في حياته، حيث أنها لعبة تحدي النفس والوصول إلى أرقى المستويات. أكاديمية نادي النهضة للكاراتيه لدعم الشباب ولتطوير هذه المهارة وهذه الرياضة بالمقابل الرياضات الأخرى مع الأنشطة الشبابية، فنسعى للتنويع وللهدف لتقوية الشباب ولتنمية مهاراتهم ولخلق جيل قادر على أن يواكب كل تطور وكل جيل واعي. ولكي يرتقي المتدربون في هذه اللعبة لابد من مرورهم بمراحل الاختبارات التي ترفع من درجاتهم تمهيدا للوصول إلى مراحل متقدمة، وذلك من أجل تعليم كيفية الدفاع عن النفس وليس القتال. الطلاب تدربوا على بعض آليات وعلى بعض حركات، ومن ضمنها يستحق الطالب الارتقاء من حزام إلى حزام ومن مستوى إلى مستوى، وهذه المستويات جعلت لتعزيز لياقة الطالب، لقوة الطالب، لثقة الطالب بنفسه، أيضا جعلت هذه الأشياء لجعل روح التحدي والمنافسة عند الطلاب.
ومن أجل ترقية المتدربين إلى مستوى آخر قدم طلبة الأكاديمية اختبارا للترقية من الحزام الأبيض إلى الأصفر ومن الأصفر إلى البرتغالي، فيما قدم الطلبة عرضا تمثل في فنون الدفاع عن النفس الذي يسمى بالكاتا. في إن شاء الله وجوه جديدة ووجوه قابلة إن شاء الله للتحسين ويكون في مستويات إن شاء الله متقدمة بإذن الله. يتميز لاعب الكاراتيه بخلقه واحترامه للآخرين والتزامه بمبادئ اللعبة، وهذا ما يتم التدرب عليه قبل البدء في تطبيق فنونها. الحمد لله نجحت أني في الحزام البرتقالي واستفدت من هذه دورة الكاراتيه الدفاع عن النفس والقتال، قتال الشوارع، وأقدر أدافع عن نفسي في أي مكان في أي وقت. أنا حبيت أني أشارك في الكاراتيه حق أدافع عن نفسي إذ أي حد ضربني أدافع عن نفسي وطبعا أنا كنت متوقع أني ما بفوز وفزت بالحزام الأصفر. اختتمت البطولة الكروية 12 لوحدات شؤون البلاط السلطاني بصلالة لكرة القدم 2019، وشهدت منافسات ندية كبيرة بين الفرق المشاركة ما أسهم بظهور المنافسات بمستوى راق وكبير. على ملعب شؤون البلاط السلطاني بصلالة أقيم ختام البطولة الكروية 12 لوحدات شؤون البلاط السلطاني بصلالة لعام 2019، والتي انطلقت في 17 من فبراير واستمرت إلى 18 من مارس الجاري بمشاركة 12 فريقا. نحن وصلنا إلى الدورة 12 عام 2019، ومن عام إلى عام بنحس أنه في تطور فيه، واللي شاهدنا اليوم يعني دليل على التنظيم الجيد والأمور الطيبة، وبنفسكم شاهدتوا هذا الحضور الجيد هذه البطولة بما يقدم لها من جهود طيبة من كافة الفرق المشاركة ومن اللجان وكذلك من وحدات شؤون البلاط السلطاني، لهو دليل على أنه هذه البطولة فيها اللقاء الأخوي بين كافة شرائح وموظفي شؤون البلاط السلطاني التي يعطي لهذه البطولة الطابع الذي هي يعني انشأت من أجله والهدف الذي نسعى إليه دائما الحمد لله. جمعت المباراة النهائية فريق وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني وفريق المديرية العامة للنقليات، فبعد مباراة مثيرة وسجال بين الفريقين تمكن فريق وحدة الأمن من الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل 3. من دور الثمانية صادفنا يمكن قابلنا الخيالة السلطانية ولعبنا ضربات ترجيح ولعبنا مع الحاشية وقابلناهم نفس الشيء ضربات ترجيح ونفس الشيء النقليات، الحمد لله دخلنا بطولة هدفنا الكاس ولعبنا من بداية البطولة لنهاية البطولة بدون خسارة، والحمد لله هذا كله من فضل الله ثم من فضل الإدارة. في الختام قام راعي المناسبة بتكريم المنظمين والمشاركين في البطولة وتكريم أفضل حارس وهداف البطولة وأفضل لاعب، كما تم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى. إذن هكذا توج فريق وحدة الأمن بالبطولة الكروية 12 لوحدات شؤون البلاط السلطاني 2019 بصلالة بعد منافسة قوية بين الفرق والوحدات المشاركة. حسين جعبوب، ملعب شؤون البلاط السلطاني، صلالة. حقق فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بطولة الجائزة الكبرى لالتقاط الأوتاد والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية وسط مشاركة ومنافسة كبيرة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية. تضمنت المسابقة والتي أقيمت على مدار يومين التنافس في 6 جولات في التقاط وتد بالسيف وبالرمح وتتابع، كما شهدت المسابقة تنافسين بين عدد من الفرق النسائية. توجت خيالة مدرعات سلطان عمان ببطولة الجائزة الكبرى لالتقاط الأوتاد والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية ضمن أجندة مسابقاته المختلفة لهذا الموسم.
التتويج المستحق جاء بعد سيطرة واضحة على مستوى الفرق المشاركة وانتزاع الألقاب الفردية على المستوى الرجالي والنسائي. هذه المسابقة والتي أقيمت على مدى يومين على ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة شهدت حضورا لافتا ومنافسة قوية بين الفرق المشاركة، تضمنت 6 أشواط للفرق في التقاط وتر بالسيف والرمح والتتابع. أظهر الفرسان خلالها مهارة عالية في هذه الرياضة الدولية والتي يعقد عليها الاتحاد العماني للفروسية آمال قوية للمشاركات الخارجية في ظل تميز فرسان السلطنة في هذه الرياضة. نبارك للأخوة الفائزين في هذه المسابقة، مسابقة التقاط الأوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية، وحقيقة سعدنا بما شاهدناه مساء هذا اليوم من منافسات بين الفرسان، توجت بتتويج أفضل الفرق وأفضل الفرسان في هذه المسابقة. دائما كل أيضا الخيالات الخيالة المشتركة سواء كانت الخيال السلطان العماني وأيضا بالإضافة إلى خيالة الشرطة ولا حرس السلطان العماني كلهم يتطلعون لإحراز هذه النتائج، ولكن نحن نامل إن شاء الله بإذن الله تعالى بعزيمة الشباب وإصرارهم يعني يحصلون على المراكز المتقدمة إن شاء الله في الأيام القادمة والمسابقات القادمة، وهي تكون خاتمة مسك إن شاء الله تعالى. وشهدت هذه البطولة مشاركة مجموعة من المتسابقات من خيالة مدرعات سلطان عمان والخيالة السلطانية، حيث تمكن فريق خيالة مدرعات سلطان عمان من حسم اللقب بعد أن جمع 170 نقطة، مثله كل من المتسابقين ناصر السيابي وهشام البكري وعهد البلوشي وخالد الحسني، وحل فريق خيالة الحرس السلطاني ثانيا بمجموع 140 نقطة. أما على المستوى الفردي فقد حقق المتسابق خالد بن عامر الحبسي من خيالة مدرعات سلطان عمان المركز الأول بواقع 50 نقطة، والمتسابق إسحاق بن علي المسروري من وحدة شرطة الخيالة ثانيا. الفوز هذا تكاتف الشباب وإصرارهم وتدريباتهم ودعم المسؤولين لنا، الحمد لله جزاهم الله خير والمدربين. في حين توجت المتسابقة تركية بنت محمود البلوشية بالمركز الأول من خيالة مدرعات سلطان عمان على مستوى المتسابقات، والمتسابقة شيماء بنت خلف الهطالية من الخيالة السلطانية في المركز الثاني. سعيدة جدا بهذا المركز وخصوصا أنه مركز الأول بعد ما حصلت على كثير من الصعوبات، بس حاولت وقاومت والأمس جبت مركز الثاني واليوم حصلت على مركز الأول. ليقوم بعدها سعادة الشيخ عبد الله بن محمد البريكي والي بركة راعي المناسبة بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى والمتسابقين المتوجين بالمراكز الأولى كذلك. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. إذن كانت هذه نهاية جولتنا في المحطة المحلية لهذا اليوم، سننتقل بكم الآن للتعرف على تفاصيل عناوين الصحافة الصادرة لهذا اليوم مع الزميل أحمد الكعبي. أحمد تفضل لك الكلمة. استمرارا لمساعي عمان تيل في دعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة وخلق فرص عمل تؤهلهم للبدء في حياتهم العملية، يأتي برنامج مهنتي لإكساب الشباب المهارات والمعارف اللازمة لصيانة أجهزة الهاتف النقال والأجزاء الصلبة، بالإضافة إلى صيانة البرمجيات والتعرف على أنظمة التشغيل المختلفة. يمتد البرنامج إلى 92 ساعة تدريب يحصل فيها المتدرب على شهادة مصدق عليها من قبل وزارة القوى العاملة، حيث سيتم تدريب 100 باحث عن عمل من 5 محافظات مختلفة بينهم عدد من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل. سيتم ترشيح الباحثين من قبل وزارة القوى العاملة. مهنتي من عمان تيل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع جولتنا وأخبار الصحافة لهذا اليوم، وكالعادة البداية محليا وبتحديد من أخبار كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم
فقد أبرزت صحيفة الوطن الفرحة الكبيرة التي عاشتها جماهير صور ليلة أمس الأول بتواجد في النهائي الثامن لمسيرة الأزرق ضاربين موعدا مع فنجة في نهائي أغلى الكؤوس. إلى التفاصيل وهذه الفرحة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، هكذا أراد أبناء صور، هكذا أعادت لهم المستدير الوجه الباسم والمشرق للفريق الأزرق الذي يعاني ويلات الهبوط في دور عمان تل. نعم، أبناء النواخذ والربابنة اغتنموا الفرصة بكل تفاصيلها، وضربوا موعدا مع نهائي جديد للأزرق الصوراوي بالكأس الغالية. بعد أن تجاوز مجيس الفريق المجتهد ذهابا بأربعة أهداف لهدفين في صحار، وإيابا أمس الأول في صور بهدفين لصفر للمدافع الهداف خالد صالح والمحترف سامبا أحد أبرز لاعبي دورينا المحترفين، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ نادي صور الذي وجد نفسه وجها لوجه في نهائي تاريخي أمام فنجة الذي عاد من صلالة بصعود مستحق كذلك على حساب مرباط. صور بات على موعد مع لقب جديد إذا استطاع تجاوز كبرياء الملك الفنجاوي في الشهر القادم. فالفريق المنافس يدرك تماما بأنه أمام تاريخ جديد يخلد في سجلات الفريق الأصفر لأمد قد يطول، وبالتالي فإن المنافسة ستكون أشرس مما يتوقعها، خاصة وأن الهدف كبير بالنسبة للفريق الفنجاوي، وبالتالي فلا مناص من تقديم كل ما هو غال ونفيس حتى يستعيد الأزرق ذاكرة الفرح مجددا بعد طول غياب. لم يأتي صعود صور لنهائي الكاس الغالية عبر بوابة مجيس ذهابا وإيابا بسهولة ويسر، ولم يأتي بجهد ما معين، بل كانت هنالك عوامل كثيرة ساندت الأزرق في العودة للواجهة مجددا. نعم، هنالك جهد للجهاز الفني الذي يقوده التونسي الزبير محمد، نعم هنالك جهد للاعبين في ساحة الميدان بدءا من حارس المرمى وحتى آخر لاعب في دكة البدلاء، نعم هنالك جهد من الإدارة التي أعادت الصفوف إلى نصابها في الوقت المناسب بتدخل عدد من المخلصين للكيان الأزرق، لكن هنالك طرف آخر يجب أن نشير له بالبنان في أمسية أمس الأول، ألا وهي الجماهير التي احتشدت بشكل يليق بسمعة صور، فرسمت لوحات عديدة في مجمع صور في أمسية لا تتكرر كثيرا في المواسم القريبة بالنسبة لجماهير صور، فكانت على الموعد وساهمت بشكل واضح في أن يكون صور في نهائي الكأس الغالية، وهذا في حد ذاته يدعو لأن نستبشر خيرا في النهائي المنتظر بأن تعود الربابنة والنواخذ خلف الأزرق كما كانت عليه في سنوات ماضية التي ساهمت من خلالها بأن يصل الأزرق لمنصات التتويج بطبيعة الحال. ارتفعت حصيلة لاعبي الأولمبياد الخاصة العماني في الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة المقامة حاليا في أبوظبي إلى 27 ميدالية متنوعة، منها 7 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية. صحيفة عمان تابعت فعنونت تقول 27 ميدالية متنوعة للسلطنة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص. واستطاع لاعبو الأولمبياد الخاص العماني إضافة 5 ميداليات أمس بعد حصول بطلة البوتشي سارة البلوشية على الميدالية الذهبية في الفردي، وحصول فريق البولينج على ميداليتين فضية وبرونزية. يتحصل اللاعب عمر باعبود على الميدالية الفضية في فئة الفردي، وحصلت ديما الرئيسية وآلاء الرقيشية على الميدالية البرونزية لفئة الزوجي، وتمكن لاعبا البوتشي سارة البلوشية ونواف البلوشي من الحصول على ميداليتين فضيتين، وحصل مروان السعدي على فضية مسابقة التزلج على العجلات، وتلعب اليوم سارة البلوشية مباراة المستوى الفردي مع لاعبة من المنتخب الأردني، ويلعب منتخب كرة اليد مباراة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة مع المنتخب الكويتي. بدوره استطاع منتخب كرة القدم الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية عندما يلتقي غدا المنتخب الإماراتي، حيث وصل المنتخب الوطني بعدما تغلب على منتخب الدنمارك بثلاثية نظيفة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف الآن الفاضل سيف بن محمد الربيعي رئيس وفد السلطنة المشارك في الأولمبياد الخاص، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني. أستاذ سيف مساء الخير.
مساء الخير أخي أحمد، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. إذن حضور ما شاء الله تبارك الله مميز حتى الآن للاعبي الأولمبياد الخاص العماني في الأولمبياد الخاص العالمي في أبوظبي. نعم، شكرا جزيلا في البداية على هذا التواصل والاهتمام الكبير لأبطال الأولمبياد الخاص العماني. طبعا مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص العماني تكونت من وفد 140 من اللاعبين أو لاعبات أبطال الأولمبياد الخاص العماني مع الطاقم الفني من المدربين وأيضا الطاقم الإداري. المنافسة هذه تأتي على مستوى 193 دولة، والوفد العماني نافس في 14 لعبة في هذه المشاركة العالمية. طبعا تأتي المشاركة بداية في أبطال الأولمبياد الخاص العماني في هذا الحدث الكبير ضمن الدولة الكبيرة الذي توليها السلطنة لإظهار مهارات وإنجاز الرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية. وحقيقة الأمر كان الأبطال لهم ظهور كبير وثقة كبيرة في هذه المشاركة العالمية. مثل ما تفضلت سابقا ذكرت بعض الميداليات اللي كانت في تاريخ أمس. نعم. الميداليات التي حصل عليها الأبطال، ولكن كانت المنافسات مستمرة، منافسات قوية ومستمرة إلى الآن إلى هذه اللحظة مع هذا الاتصال. نعم. طبعا حصيلة الأبطال الأولمبياد الخاص العماني إلى 33 ميدالية، تضاعفت هذه الميداليات، وأيضا لا زالت المنافسة كبيرة وقوية في الوقت هذا. ما شاء الله، جميل. إذا رقم كبير، وهذا أمر حقيقي يسعدنا جميعا. ساسيف، يعني ما في شك أنه أنتم كجهاز إداري أيضا مرافق لهذا الوفد الكبير، كان لكم دور في تهيئة اللاعبين. صف لنا الأجواء بشكل عام، كيف هي المشاركة، أيضا كيف تعاطي لاعبين مع هذه الرياضات المختلفة، وأيضا ما سر هذا التألق الكبير؟ طبعا في البداية الفترة العام الماضي كانت الأبطال الأولمبياد الخاص العماني كانت لهم مشاركة على مستوى 36 دولة تمهيدا لهذه المشاركة العالمية، وبحمد الله وتوفيقه حصلوا على 33 ميدالية متنوعة. لكن بعد هذه المشاركة على 36 دولة كانت لمدة عام تدريبات مستمرة شبه يومي في السلطنة بالتعاقد مع بعض المراكز الخاصة، وأيضا بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية مثل المديرية العامة للشؤون الرياضية سواء على المتواجدة على مستوى المحافظات. وكانت هذه التدريبات كبيرة جدا ومستمرة بشبه يومي، مما أدت إلى هذه النتائج الإيجابية في هذه المشاركة. فحقيقة الأمر الأبطال كان لهم طاقة كبيرة ودور كبير، يعني ثقة كبيرة في هذه المنافسة. والشيء الأجمل إنه الأبطال أنفسهم يشجعوا بعضهم البعض. جميل. في الألعاب الثانية يحمس الشخص البطل الثاني إذا كان يعني ما حصل في الفترة أو التصنيف الأول على ميداليات متنوعة، على طول يعني الطرف الثاني يشجعه، فهم منافسة كانت لهم كبيرة. جميل. أي تدريبات هذه من المدربين طبعا متعاقدين مع بعض المدربين، وأيضا معظم المدربين أو اللجان التنفيذية من المتطوعين. هم اللي قاموا بالتدريبات المستمرة بطول هذه الفترة. كرة القدم طبعا أمس شارك في تصنيف النهائي مع الدنمارك، وبحمد الله وتوفيقه تأهل 3-0. بإذن الله بكرة سوف ينافس على الميدالية الذهبية مع المنتخب الإماراتي بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله لكم. في ملاحظة اللي هي بالنسبة للإبحار الشراعي. نعم. لأول مرة سلطنة عمان تشارك من دول أبطال ذوي الإعاقة الفكرية في الإبحار الشراعي، وبحمد الله وتوفيقه اليوم تأهلوا للتصنيف الأولي. طبعا تعتبر هذه الرياضة من أصعب المراحل التنافسية في رياضة الإبحار الشراعي، وبإذن الله بكرة يتنافسون مع ألمانيا وبلجيكا على الميدالية الذهبية بإذن الله. شكرا جزيلا ساسيف، وإلى مزيد إن شاء الله من الميداليات في الأيام القادمة. شكرا لك. إذن كان معنا عبر الهاتف الأستاذ سيف محمد الربيعي، رئيس وفد السلطنة المشارك في الأولمبياد الخاص ورئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني. إلى خبر آخر، حيث تغادر البلاد اليوم الثلاثاء بعثة نادي مسقط متوجهة إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في البطولة الآسيوية 21 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي ستقام هناك خلال الفترة من 20 مارس ولغاية 2 أبريل المقبلين، ومشاركة 16 فريقا. صحيفة الوطن تناولت الخبر في عنوان جاء فيه:
اليوم بعثة نادي مسقط تتوجه للكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد. وقد تم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات في الدور التمهيدي بناء على لوائح الاتحاد الآسيوي على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث سيتم تقسيم الفرق الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي. وإلى رياضة المحركات، فقد أحرز المتسابق العماني الشاب جراح الطوقي لقب رالي قطر بعد حلوله في المركز الأول في فئة الرالي المحلي ضمن الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات والتي جرت منافساتها بدولة قطر، فيما ذهب لقب الرالي الدولي للمتسابق القطري المعروف ناصر العطية. صحيفة عمان أبرزت الخبر وخرجت بعنوان قالت فيه: جراح الطوقي أولا في المحلي وناصر العطية في الدولي في رالي قطر. مراحل اليوم الثاني التي تم تنظيمها في منطقة الرويس، حيث أقيمت على مرحلتان هما مرحلة الغارية والرويس، وتمت إعادتهما مرتين. وتصدر في فئة الرالي المحلية المتسابق جراح الطوقي مع مساعده عيسى الوردي، والذي شارك فيه المتسابقون العمانيون حامد القاسمي وزكريا العامري وحميد الوائلي والإنجليزي شون، بعدما سجل زمن ساعة ودقيقتين و36 ثانية. ننتقل إلى الصحافة العربية ونبدأ جولتنا من بلاد الرافدين، حيث خاض المنتخب العراقي أول وحدة تدريبية أمس الاثنين في ملعب التدريبات بالمدينة الرياضية، استعدادا لخوض مباراته الأولى يوم غد الأربعاء أمام المنتخب السوري ضمن بطولة الصداقة الدولية الثانية التي تحتضن منافساتها محافظة البصرة. صحيفة الملاعب رصدت تحضيرات منتخب بلادها فعنونت تقول: أسود الرافدين يرسمون حدود تطلعاتهم قبل مواجهة سوريا. وتنطلق مباريات بطولة الصداقة الدولية الثانية يوم غد الأربعاء بمشاركة 3 منتخبات هي العراق وسوريا والأردن، حيث ستفتتح البطولة بلقاء المنتخب العراقي مع شقيقه المنتخب السوري، فيما يلاقي منتخب الأردن المنتخب السوري يوم السبت المقبل. وتختتم البطولة بمباراة منتخب العراق ومنتخب الأردن يوم 26 من الشهر الجاري. وفي قطر، بقدر ما ستكون الأنظار مشدودة إلى القمة بحثا عن بطل هذا الموسم لدوري نجوم قطر لكرة القدم، بقدر ما يستقطب صراع الهبوط الكثير من الاهتمام بعد أن اشتدت المنافسة كثيرا بين الفرق الثلاثة التي تدور عند منطقة الخطر. صحيفة الراية رصدت الصراع لتخرج بعنوان قالت فيه: نصف الأندية مهددة بالفاصلة. وقالت الصحيفة: مع أن صراع الهبوط هذا ما زال يهدد عدة فرق وليس الفرق الثلاث المتأخرة في جدول الترتيب فقط، لا سيما بالنسبة إلى المركز قبل الأخير الذي يقود إلى مباراة الملحق الفاصلة مع ثانية درجة ثانية، إلا أن الأقرب إلى المنطق هو أن يبقى الأمر محصورا عند ثلاثي القاع الحالي والمتمثل بفرق الإخريطيات والخور وقطر. ليبقى السؤال: كيف يبدو الحال بالنسبة إلى الفرق الثلاث المتأخرة هذه، ومن هو الفريق الأكثر قربا إلى الهبوط المباشر؟ فتحت بعض الجماهير هجوما عنيفا على رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد المحلي للعبة بسبب الازدواجية، من خلال عدم اتخاذ قرار بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا المسجد في نيوزيلندا. صحيفة هوسبورت المغربية أبرزت ما يدور لتكتب في عنوانها: بعد حادث نيوزيلندا، هجوم على الاتحاد الإنجليزي بسبب التجاهل والأخير يعد بالتفاعل. حيث وصف عضو الاتحاد الإنجليزي السابق للمساواة يونس لونات ما حصل بالنفاق، قائلا: لا توجد أعذار، كرة القدم تكرم الضحايا حين يحدث أي شيء، هذه ازدواجية بالمعايير ونفاق، كان يجب أن تقف الأندية دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، عندما يحدث ذلك بعد أحداث سابقة يجب أن يحدث الأمر ذاته على خلفية كل هجوم. ووسط تزايد الانتقادات، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موقع تويتر أمس الاثنين اعتزامه تكريم ضحايا مذبحة مسجدي نيوزيلندا خلال مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب تشيك في تصفيات أو في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.
ننتقل إلى الأخبار العالمية ونبدأ جولتنا من الصحافة الأرجنتينية، حيث أبرزت صحيفة أولي التحاق نجم برشلونة ليونيل ميسي ببعثة المنتخب الأرجنتيني في مدريد استعدادا لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب، واللتان ستشهدان عودته إلى صفوف الفريق للمرة الأولى منذ مونديال 2018. الصحيفة تغنت بعودة ليو فعنونت تقول: كأس العالم آخر مرة لعب فيها ميسي للمنتخب. وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو والسابع من يوليو المقبلين. وتأمل جماهير منتخب الأرجنتين أن يقدم ميسي مع منتخب بلاده السحر الذي يقدمه مع فريقه الكتالوني في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وفي خبر آخر، كشفت صحيفة بيلد الألمانية النقاب عن خيوط مستقبل النجم الكولومبي خيمس رودريغيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني لتكتب في عنوانها: انقسامات حول خيمس في البايرن. ويعيش رودريغيز موسمه الثاني والأخير مع الفريق البافاري، وتربطه تقارير بالعودة لريال مدريد في الصيف المقبل وتقارير أخرى بالبقاء مع الفريق البافاري. وأشارت الصحيفة إلى أن كارل هاينز رومينيغي المدير التنفيذي للنادي الألماني يميل لخيار بقاء رودريغيز بشراء عقده بشكل نهائي من النادي الملكي. أما أولي هونس رئيس قلعة البايرن فيرى أن قرار بقاء خيمس رودريغيز أو رحيله يبقى في يد مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، في حين لم يقرر الأخير أي شيء بخصوص مستقبل اللاعب حيث لا يزال مترددا وفقا للصحيفة. وأوضحت بيلد أن خيمس يشعر أنه جيد في ميونخ لكنه ما زال يحلم بالريال حيث كانت عائلته أكثر سعادة في مدريد. إذن مع هذا الخبر مشاهدينا الكرام نصل لختام جولتنا مع أخبار الصحافة. عودة مرة أخرى لسعيد وما تبقى من برنامج الحدث. شكرا لزميل أحمد الكعبي على عناوين الصحافة لهذا اليوم، ونستكمل وإياكم مشاهدين الكرام برنامج الحدث ونرحب بكم مجددا وفقرة ضيف الحدث والتي سنتحدث من خلالها حول بطولة سمستر تحدي بلس لكرة الطاولة. فكم نفخر عندما نشاهد لجاننا الرياضية تعمل جاهدة لارتقاء الرياضة العمانية. فاللجنة العمانية لكرة الطاولة بقيادة الرجل الحكيم عبد الله بن محمد بن خالف رئيس اللجنة أصبحت من اللجان اللامعة بعد سيرها بطريقة منظمة. فلم تكتفي اللجنة بتنظيم أبرز البطولات الإقليمية والعربية، بل ها هي تنظم بطولة عالمية تضم 260 مشاركة أو مشاركا يمثلون 37 دولة. للحديث أكثر حول هذه البطولة تعرف عليها وكذلك آخر الاستعدادات بالنسبة للجنة، أرحب هنا بالأستاذ عبد الله بن خالف رئيس اللجنة العمانية لكرة الطاولة وكذلك رئيس اللجنة المنظمة لهذا البطولة. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يحييكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم تفاعلكم معنا دائما مع أنشطة كرة الطاولة في السلطنة. أهلا وسهلا فيك، سعيدين بتواجدك معنا. ودائما اللجنة العمانية لكرة الطاولة ما تبهرنا بتنظيم البطولة سواء كان إقليميا عربيا، والآن ما شاء الله وصلت إلى البطولات العالمية وتنظيم بطولة تحدي بلس. وبالتالي نتعرف أكثر حول هذه البطولة التي أصبحت الآن حديث الوسط الرياضي هنا في السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أجدد الشكر لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا. بلا شك أنه من أهداف اللجنة العمانية لكرة الطاولة استضافة الأحداث الرياضية من أجل نشر اللعبة داخليا، وأيضا من أجل جعل السلطنة محطة أنظار لجميع المهتمين بكرة الطاولة في العالم. والحمد لله احنا يعني كسبنا ثقة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والاتحاد العربي نفسه لكرة الطاولة باستضافة العديد من البطولات هنا في السلطنة، كانت آخرها في فبراير الماضي. لذلك الاتحاد الدولي أسرد لنا في 2019 ثلاثة أحداث عالمية. الحدث الأولاني هذه بطولة سيماستر الدولية، بطولة عمان الدولية سيماستر تحدي بلس خلال 20 إلى 24 مارس.
الحمد لله التسجيل بدأ وانتهى قبل تقريبا أسبوعين، وهناك مشاركة 160 لاعب من 37 دولة، وهناك مشاركة يعني أفراد آخرين من جنسيات مختلفة معهم في هذه اللعبة من خلال كمدربين أو إعلاميين، يوصلوا إلى 260 شخص من 40 جنسية. الحمد لله يعني هناك عندنا التوجه هذا أنه نستضيف مثل هذه البطولات مثل ما خبرتك، أنه نشر اللعبة محليا وأيضا رفض الاقتصاد الوطني من خلال أنه استضافة هذه الأحداث، وكذلك يعني نشر الانطباع الجيد عن السلطنة، وأيضا إعلاميا وسياحيا للسلطنة من خلال تواجد أربع أو خمس جهات راح تنقل هذه البطولة. جميل. الجهة الأولى طبعا قناة عمان الرياضية، وأيضا قناة كيو تي في، أيضا قناة الاتحاد العربي، قناة يابانية، وقناة سبورت رادار. جميع هذه القنوات هي حاضرة معداتها، مش أنه راح تنقل من جهة واحدة، من لا كل جهة جايبة مع أجهزتها ومعداتها لنقل البطولة. جميل. فهذه يعني بيكون هذه الفترة السلطنة محطة أنظار جميع المهتمين بلعبة كرة الطاولة في العالم من خلال تواجد اللاعبين المصنفين عالميا من مختلف هذه الدول. جميل. يعني تقريبا اليوم معظم المشاركين راح يوصلوا الصالة تم تجهيزها تم تغييرها بشكل ممتاز، مختلفة جدا عن الصالة الرئيسية اللي تعودت عليها، هتشوفوا شيء مختلف. هناك إضاءة، الصوت، شاشات العرض، أمور كثيرة مختلفة في بتكون إن شاء الله موجودة. البطولة تبدأ إن شاء الله من غدا إلين الأحد 24. مفتوحة يعني لكل الإخوة اللي حابين يحضروا البطولة، نحييهم ونرحب بهم من الساعة 10 صباحا إلين الساعة 9 ليلا، مستمرة بدون توقف، المنافسات مستمرة بدون توقف طوال هذه الساعات، طوال هذه الساعات يوميا. في أمور إيجابية كثير يعني بالنسبة لهذه البطولة، ويعني لعل الأبرز بالنسبة للسلطنة هي أول دولة تستضيف تحدي بلس، لأنه كان سابقا في بطولة تحدي، ولكن الآن أصبح التحدي بلس برفع القيمة قيمة الجوائز بشكل عام، وبالتالي هي أيضا إضافة كبيرة أن تكون أول دولة تستضيف. شكرا لك على هذا السؤال، فعلا هي كانت موجودة اسمها التحدي، جوائز بطولة التحدي 30,000 دولار، فرفع مسماها إلى التحدي بلس، أعطاها يعني أكثر بلس ورفعوها إلى 60,000 دولار، وإحنا يعني ارتئينا أنه نكون 65,000 دولار، مختلفة. جميل. عن البطولات الأخرى. فهي البطولة راح تكون الأولى، لكنها هي في مجموعة دول بتكون موجودة، بس إحنا بدأنا فيها أول دولة، نعم بتكون أنا، وفي هناك عدة دول بتكون في الشهور القادمة تستضيفها إن شاء الله. جميل، هذا أحد الأمور الإيجابية. الأمر الإيجابي الآخر أن المشاركين في هذه البطولة هم من أفضل المصنفين على مستوى العالم اللي راح يشاركوا في هذه البطولة، وبالتالي يعني راح تستمتع بالمتابعة لأنه راح تشاهد مستوى فني عالي، ودائما ما نشوف يعني على المستويات العالمية مشاركين على مستوى كبير جدا، وهذا يعني فرصة لمتابعته هنا على السلطنة. والله هذه دعوة للكل، سواء للاعبين سواء للجماهير، أنك تشوف كثير من اللاعبين المحترفين المصنفين عالميا. صحيح. على مباشرة أمامك. بالضبط. بغض النظر أنك تشوفها في التلفزيون، فأيضا متعة الحضور في صالة اللعب مختلفة، مع أجواء موسيقية، مع أجواء تشجيعية تختلف عنك أنك تشوفها في 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 على التلفزيون. فدعوة للجميع اللي حضور هذه البطولة ووجود المصنفين العالميين من مختلف الدول. جميل. أنت ذكرت يعني أن السلطنة راح تكون محطة أنظار أيضا لجميع دول العالم، والقنوات الناقلة الخمس قنوات تقريبا راح تنقل هذا الحدث. أيضا من الأمور الأخرى أن راح يكون في حضور لرئيس الاتحاد الدولي، لنائب الرئيس، أيضا للرئيس التنفيذي، وبالتالي هذا يدل على قيمة هذه البطولة وقيمة أيضا تواجد هذه البطولة هنا على السلطنة. فعلا هناك يعني حضور مميز إن شاء الله من كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي. توماس فيكرت رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة إن شاء الله حيكون معنا في الأيام الأخيرة من البطولة. أيضا سعادة خليل مهندي نائب رئيس الاتحادين الآسي والدولي لكرة الطاولة، ورئيس الاتحادين العربي القطري راح يكون متواجد معنا، أو الرئيس التنفيذي أيضا للاتحاد الدولي ستيف ستانتون راح يكون متواجد، وبعض رؤساء الاتحادات
خليجية بعضها أجنبية أيضا يكونوا موجودين معنا في البطولة. فعمان في هذه الفترة لجميع محبيها كرة الطاولة في العالم راح تكون لهم محطة انظار، لأنه جميع المواقع الحين في الفيسبوك في تويتر في الانستغرام، طبعا اللاعبين تعرف معظمهم عندهم انستغرام، فالكل هذه الفترة المحبين وعشاق كرة الطاولة كلهم بالضبط. بالضبط جميل. نتحدث عن البطولة بشكل دقيق، يعني البطولة اسمها سي ماستر، طبعا هي الشركة اللي تنظم البطولة على أو الراعي للبطولة على المستوى الدولي، وبالتالي هذا أيضا إضافة أنك تأتي يعني راعي كبير لإقامة هذه البطولة على هذا الصالة. كيف كان التفاعل معهم والتعاون على يعني تهيئة الصالة بالشكل المناسب؟ هو شوف، هناك رعاه موجودين في الاتحاد الدولي من بينهم سي ماستر وأيضا دبل هابنس، هم هذولا موجودين أيضا معانا رعاه في هذه البطولة. في هذه البطولة هناك أيضا رعاه محليين عندنا، وأيضا رعاه آخر اللي هو ستاك، شركة ستاك أيضا على المستوى المحلي. هي الشركة خارجية بس هم راعين لنا أساسا كلجنة عمل كرة الطاولة منتخباتنا، هم من ضمن رعاه بتقدم لنا بعض المعدات والأدوات، والشركان المحليين هنا موجودين معنا في السلطنة أيضا داعمين لنا، نوجه لهم كل الشكر والتقدير. بلا شك أنه وجود شركات عالمية كبيرة في السلطنة هنا في هذه البطولات بيعطينا إحنا كمنظمين لأحداث رياضية دافع أنه نستضيف بطولات، ونبحث أيضا عن داعمين آخرين يعني من خارج السلطنة يكونوا من خارج السلطنة. هذا الشيء يعني نشكر أيضا الاتحاد الدولي، أيضا هم من الجهات اللي تساند الاتحادات المحلية لاستضافة مثل هذه البطولات. جميل. من الأمور الإيجابية الأخرى أيضا، أو في رقم مميز بالنسبة لنا في هذه البطولة، 25 حكم ولكن منهم 17 حكم محلي، طبعا هم دوليين ولكن نتكلم عن 17 حكم عماني راح يشاركوا في هذه البطولة، وبالتالي الأمر ما اقتصر فقط على التنظيم ولكن أعطى فرصة حتى على مستوى التحكيم، والعالم كله راح يشاهد الحكم العماني وين وصل مستوى في هذه البطولة. بكل تأكيد يعني حكامنا، احنا العنصر البشري عندنا مهم جدا في اللعبة، انه لازم اهتمام بالعنصر البشري سواء لاعب او حكم او اداري. فالحمد لله عندنا يعني كوكبة من الحكام المميزين، حكام دوليين راح يقودوا هذه المباريات، بالإضافة للحكام الأجانب اللي موجودين تم يعني توجيههم الدعوة، لأنه اشتراطات الاتحاد الدولي 25% من الحكام لازم يكونوا من خارج البلد المستضيف. بالضبط. فهذه فرصة أيضا لحكامنا للاحتكاك بهؤلاء الحكام اللي من الخارج، لأنه أيضا هناك حكم المسؤول الحكام تشيكي ومساعده جزائري، هم أيضا بيقيموا الحكام. بالضبط. فأيضا فرصة لهم لحكامنا أيضا لإثبات وجودهم إن شاء الله مع الحكام الأجانب لإدارة مباريات ليست بالسهل، مباريات قوية مع اللاعبين ذو إمكانيات عالية جدا. صحيح، وهذا أيضا حتى يمكن يعطي انطباع جيد أنه الحكم العماني راح نشوفه أيضا حتى في البطولات العالمية إن شاء الله. نحن دائما ندفع بحكامنا للخارج، يعني في البطولات الإقليمية والدولية دائما ندفع فيهم، وهناك لأنه التصنيفات أنه غير الحكم الدولي في كإشارة دولية في هناك البلو باج عندهم، ففي هناك تصنيف أكثر، فنحن نتمنى منهم من حكامنا إن شاء الله تطور أنه يوصلوا للبلو باج هذا، أساس أنه يقدر يحكم في البطولات العالم التي تقام كل سنة في الدول. فإن شاء الله إحنا جالسين نأهلهم لهذا الشيء إن شاء الله، وهناك من الحكام المميزين بأمانة عندنا موجودين إشارهم بالبنان. جميل. أنت في ذكرت في بداية حديثك عن تنشيط السياحة، أن هذه البطولة راح تساعد في تنشيط السياحة، وهذا ما يسمى دائما بالسياحة الرياضية، ولكن يمكن البعض يعني يستفسر كيف راح تنشط هذه السياحة بالضبط مع هؤلاء المشاركين. هو شوف، حسب المتبع في مثل هالبطولات كل مشارك هو يتحمل مصاريف إقامته. الجهة المنظمة احنا راح نوفر الأمور اللوجستية من توفير الصالة، توفير المواصلات. بالضبط. احنا هناك اشتراطات نرسلها للاتحاد الدولي تسمى اشتراط البطولة، ونحدد فيها الفنادق، يختار اللاعب الفندق اللي يريد يسكن فيه، وهو الكل يتحمل مصاريف إقامته، احنا امور لوجستيه فقط. فلذلك احنا دائما في ظل الاوضاع الحاليه هذه احنا نحاول انه نرفد الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم هالبطولات. على ذكر السياحه، احنا ايضا متقدمين لبطوله عالميه في 2022
بطولة الرواد. تأهلنا احنا 5 دول للمراحل النهائية. راح يكون في ابريل القادم في بودابست صار يكون عندنا هناك اجتماع تحديد الدولة المستضيفة. عندنا راح نقدم لهم عرض مرئي. احنا قدمنا لهم الملف هذا متكامل على السلطنة. ملف استضافة البطولة. هذه مشاركة تقريبا كلاعبين 4500 لاعب، لكن معهم 500. مرافقين حوالي 2000 شخص، يعني 6000 شخص. طبعا الرواد اللي هم الفئة العمرية الأكبر. هذه بطولة اسمها بطولة الرواد. تقام للاعبين اللي اعتزلوا اللعب ومهتمين باللعبة ما زالوا. فممكن من 40 سنة فما فوق يشاركوا. يجي معهم أسرهم، معهم موجودين مرافقين، طواقم معهم بالضبط كمان. فتقريبا مع 6000 أقل شيء يعني بيكونوا موجودين في 2022. فإحنا تقدمنا للملف مع 5 دول المتأهلة. إن شاء الله يكون لنا نصيب في استضافة هذه البطولة في عندنا في السلطنة في 2022، لأن هذه بتكون حدث عالمي غير عادي إنك تستضيف هذه الأعداد بهذه الطريقة. 6000 مشارك عدد كبير جدا جدا يعني. وهنا راح لما تستغرب تقول لي وين بيكون المكان للتنظيم. يعني مطلوب منا احنا 150 ملعب نسويه في نفس الفترة. طبعا 150 تقسيمات هذه الملاعب هي ملاعب الكرة. فهذه راح تكون في مركز عمان لمؤتمرة المعارض. ممتاز. البطولة راح تكون هناك موجودة ان شاء الله اذا تم اختيار السلطنة. البطولة الماضية كانت في لاس فيغاس اللي هو في الصيف الماضي. هي تقام كل سنتين ما شاء الله. البطولة القادمة في 2020 راح تكون في باريس. 2022 بطولة لسه ما حددت، لكن إن شاء الله يعني تكون مسقط إن شاء الله تصريف هذه البطولة العالمية الكبيرة. بالضبط. ومكان كبير يعني بعد هذه المدن لاس فيغاس باريس أن تصريف السلطنة، هذا الشيء يحسب أيضا. ومثل ما أشرت أنا في كلامي الأولاني أنه الكل راح يتحمل مصاريف شو اسمه 6000 يعني. فتخيل انت 6000 شخص في مسقط في هذه الفتره. صحيح. الكل يعني القطاعات الخدميه حتى حرفنا التقليديه. ممكن ناس في الاسواق ويكون استغلالها باستغلال بالضبط. غير الفنادق، انا ما اتكلم عن الفنادق، هذا شيء متعارف عليه يعني، خدمات الاتصالات والامور كلها. فحدث عالمي كبير ان شاء الله يعني يكون حظ السلطنه اننا نستضيفها في 2022. بالإضافة إحنا عندنا هذا العام أيضا مثل ما ذكرت لك في شهر أغسطس من هذا العام عندنا معسكر عالمي يقيمه الاتحاد الدولي للأطفال تحت 12 سنة. كل سنة أيضا الاتحاد الدولي يقيمه في بلد. العام الماضي كان في بروكسل، هذه السنة راح يقام في صلالة من 25/7 إلى 31/7. ممتاز. يجينا أطفال من جميع قارات العالم، من أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أوكيانوسيا، جميع القارات حالياً راح تكون متواجدة في السلطنة. حالياً جميع القارات تعمل تصفيات للمؤهلة للمعسكر صلالة، حتى مكتوب في جميع الاتحادات أنه هذا مثلاً تصفيات مؤهلة للمعسكر عمان 2016 في صلالة. ممتاز. فبيجوا مدربينهم معهم، عوائلهم، أسرهم معهم. فهذا بيكون في شهر 8. عفواً شهر 7 يوليو 25/7 إلى 1/7. أنا قلت أغسطس في 7. بالإضافة إلى البطولة الأخرى اللي هي شهر أكتوبر، بطولة عالمية أيضا للمنتخبات للناشئين. طبعا هذه للناشئين والأشبال بتكون في شهر أكتوبر. ما شاء الله، يعني استضافات متوالية، استضافات متواصلة. وهذا ما يدل أنه عمل لجنة ما يأتي من فراغ، إنه ما يأتي بالتخطيط بالرؤية المناسبة لأهم البطولات اللي راح تستضيفها. والحمد لله احنا تعرف يعني ايضا بتعاون جميع الداعمين لنا سواء وزاره الشؤون الرياضيه او القطاع الخاص او جهات اخرى، جالسين يعني نشتغل على اساس نشر لعبه. يعني انت احنا لما نستضيف بطولات محليه هنا داخليه الناس تتحرك وكلها على الجرائد والتلفزيون اهتمام باللعبه يصير عندهم. فكثير من الاولياء الامور حصلنا تقاوم معاهم يعني انهم يحضروا اولادهم للمباريات وايضا حتى للتمارين. في عندنا اولياء امور يرسلوا أبنائهم معسكرات لكرة الطاولة خارج السلطنة ما شاء الله. أصبحوا لأنه هذه لعبة فردية، لعبة الفردية هذه يمكن يظهر فيها بطل بالضبط. بعكس اللعبات الجماعية مهما كنت مستواك أنت مع لعبة جماعية إذا ما قدرت تظهر إذا ما الفريق كله ظهر. فهذه فردية يمكن لاعب يكون فيها بطل. وفي كثير من الجهات إن أيضا أولياء الأمور في هذه البطولات وغيرها من البطولات يحضروا معاهم يكونوا داعمين لهم. جميل. ان شاء الله نتمنى متابعه طيبه لبطوله تحدي بلس والبطولات القادمه، وراح نكون معكم ان شاء الله في المتابعه. عن شكلك استاذ عبد الله على وجودك لهذا اليوم،
وإن شاء الله موفقين في الاستضافات سواء كان هذه البطولة وحتى البطولات القادمة إن شاء الله. أشكر لكم استضافتكم ودعوة للجميع للحضور منافسات هذه البطولة. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا لك. إذا كان حديثنا مشاهدين الكرام حول هذه البطولة بطولة تحدي بلس لكرة الطاولة، سنتوقف وياكم مع فاصل قصير، وبعد الفاصل لنا عودة، تفضلوا بالبقاء معنا. كاس مولانا استعدوا له، موعد المركاض في حله، مهرجان ننتظر حوله وعم خيره على الوطن كله، في الفليق الحفل قاموا له بالفرح الاعلام رفله، من خيار الهين يا بوله والمشارك مستعد له. من يقدم هذا العطاء؟ من يقدم هذا العطاء؟ والكاس الكاس 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 يلمع مع اللحظات الأخيرة. إذن نصل وياكم مشاهدين الكرام إلى المحطة الأخيرة من برنامج الحدث ومواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم. الحساب الرسمي لكرة الاتحاد العماني لكرة القدم، أقام الاتحاد ممثلا في لجنة الحكام حلقة عام مشاركة 35 مقيما تهدف إلى تحيي مباراة الدوري وكذلك مراجعة التقارير الخاصة بالمباريات. هناك تغريدة من شوفا ليغا فرانس فوتبول، زيدان سيبدأ من حيث انتهى الموسم الماضي ويعيد محاولة ضم الجناح المهاجم السنغالي ساديو ماني في صفوف ليفربول. أيضا من نفس الحساب ألان شيرر يقول جميع المدافعين يعرفون ما يريد صلاح القيام به، والآن يريد دخول لقلب الملعب من اليمين، ويبدو أن صلاح يفتقر إلى الثقة ويظهر بعد علامات العصبية. الحساب ذاته لكيب الفرنسية فاران يبدأ يفكر في مستقبله بعد ريال مدريد، ربما يدرس خيار رحيل للبحث عن تحدي جديد. في حساب برشلونة إيكر كاسياس يقول مارادونا يحترمني لكن علي الحديث عن ما أشاهده يوميا هو ميسي، عندما يعتزل ميسي وكريستيانو سوف نشتاق لهم كثيرا. نبقى مع كاسياس، رابطة ليغا تعلن عن أن إيكر كاسياس سيكون عضوا جديدا في أيقونات الدور الإسباني. زلاتان تحدث عن راشفورد الذي يقول هو مستقبل مانشستر يونايتد، وجدته في البداية لاعبا فريا لكنه أصبح الآن لاعبا جماعيا وينتظره مستقبل كبير. حساب برشلونة يتحدث مع محيط اللاعب لوكا يوفيتش الأسبوع الماضي، الآن هو الخيار رقم واحد للفريق ولديه عروض بايرن ميونخ والدور الإنجليزي. إذن بهذا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث، شاكرين لكم كرام المتابعة خلال هذه الساعة، ولنا لقاء جديد إن شاء الله في يوم الغد. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.